بسم الله الرحمن الرحيم. السلام ورحمة الله وبركاته. طلبة محمد الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي من أعضاء مصر الأستاذ عزت أشرف تخصص القواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله النهاردة معانا مع يونت 11 الوحدة 11 اللي عنوانها عندك لايف لونج سكيلز من على كتاب جيم العام 2021، وهنبدأ النهاردة إن شاء الله في حديث تدريبات الفوكابلري، وده الجزء الأولاني من الوحدة، وده موجود عندك على صفحة 352. بسم الله الرحمن الرحيم. بروفيسور عبد الرحمن تيتشز ايه بقى؟ بيدرس ايه البروفيسور عبد الرحمن؟ جاي فراغ رايتنج ات كايرو يونيفرستي، الكتابه في جامعه القاهره. يا ترى كرييتيف ولا اوردينري ولا سترينج ولا اميجنري؟ طبعا كرييتيف رايتنج اللي هي الكتابه الابداعيه، اوردينري هي الاجابه بتاعتنا كرييتيف، اوردينري عادي، سترينج غريب، واميجنري بمعنى خيالي. رقم 2، ماي انكل اند اونت، عمي وعمتي او خالي وخالتي، مالهم بقى؟ their children in private school، في مدرسه خاصه. When they moved to Alexandria، عندما انتقلوا إلى الإسكندرية، ترى joined ولا enrolled ولا made ولا rolled؟ طبعا enrolled بمعنى أدرجوا أسماء أبنائهم في مدارس خاصة. joined بمعنى التحق، made بمعنى جعل، ورolled جاء من roll بمعنى يلف حاجة أو يخليها تدور. نروح الجملة رقم 3، Borden to، بناكن على أن إجابتنا كانت enrolled في الجملة رقم 2 enrolled. الجملة رقم 3، More than 200 of the workers in the company، أكثر من 200 عامل في الشركة، have already been made، تم جعلهم إيه أو حصلهم إيه بقى؟ جاء فراغ because of economic problems، بسبب المشكلة الاقتصادية. يا ترى redundant ولا homeless ولا uneducated ولا unconscious؟ طبعا redundant بمعنى مفصولين من عملهم، homeless بلا مأوى، uneducated غير متعلم، unconscious فاقد للوعي. جملة رقم 4، The factory staff، مالهم بقى؟ هيئة العمل في المصنع، have been able، جاب فراغ، to use the new technology and the machines، لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والآلات. يا ترى rewarded ولا rearranged ولا retrained ولا repeated؟ طبعا retrained بمعنى أعيد تأهيلهم أو أعيد تدريبهم. وننتقل للجملة رقم 5 من على صفحة 352 من كتاب جيم العام 2021 الصف الثالث الثانوي من على الأستاذ عزت شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، ودي الوحدة 11. 5، those boys look، هؤلاء الأولاد يبدو إيه بقى؟ جايب فراغ، but they still behave like children، ولكنهم لا يزالوا يتصرفون كالأطفال. يا ترى premature ولا ripe ولا pure ولا mature؟ طبعا mature بمعنى ناضج، والنضج هنا نضج ذهني عقلي، تمام، اي نضج معنوي وليس نضج مادي. تلاقي عندك انت هنا كلمه رايب، دي نضج، هنا نضج للاشياء اللي تتاكل زي الخضار والفاكهه، ماشي خلاص كده، نضج الاشياء اللي تتاكل. كلمه بيور معناها نقي، وبريماتيور، بريماتيور معناها ما قبل النضج، تمام، بريماتيور ما قبل النضج. بناكد على ان هي ماتيور بمعنى ناضج، والنضج هنا هو قلنا نضج معنوي عقلي ذهني وما الى ذلك. نروح الجمله رقم 6، ذا تريب كوست اس ا لوت اوف ماني، الرحله كلفتنا نقود كثيره، بس اتوز كذا، ولكنها كانت ايه؟ وي انجويد ات ماتش، استمتعنا بها كثيرا. يا ترى وورد وايل ولا تيريفاينج ولا وورسنينج ولا ديبريسنج؟ طبعا كانت وورد وايل، وورد وايل جديره بالاهتمام، ودي الاجابه بتاعتنا. نروح للجمله رقم 7، ذا بقى جايب ذا هوتيل ميد اس فيل ان فورمز، مين بقى اللي في الفندق خلاهم يملوا استمارات with our personal details بالبيانات الشخصية أو التفاصيل الشخصية before checking in، قبل ما يأكدوا الحجز؟ يا ترى guest ولا waiter ولا bill boy ولا receptionist؟ طبعا receptionist بمعنى موظف الاستقبال، guest بمعنى ضيف أو نزيل، waiter garçon اللي هو بيقولوا عليه باللغة الإنجليزية نادل يعني، bill boy اللي هو بيقولوا عليه الشيال اللي هو بيشيل الشنط بتاعت الناس فيه الفندق. بناكد اجابتنا هي receptionist. رقم 8، many of the hospitals in Egypt have to hire newly، العديد من المستشفيات المصريه بيتحتم عليها ان هي تستاجر newly ايه بقى؟ دكتورز. يا ترى qualified، classified، purified ولا identified؟ طبعا qualified، كلمه qualified معناها مؤهل، ودي الاجابه بتاعتنا. classified معناها مصنف، purified جاي من pure ينقي بمعنى منقى، ايدنتيفاي جاي من ايدنتيفاي بمعنى يحدد، ماشي، يحدد شيء او يعرفه او يبينه يعني، تمام. الاجابه بتاعتنا كانت كواليفايد. 9، ماي فادر وركس ان ذا سيلز، والدي يعمل في السيلز ايه بقى؟ اوف ا سمول سوفت وير كمباني، في شركه صغيره للبرمجيات.
ستيشن ولا ديبارتمنت ولا بوك شوب ولا ابارتمنت. طبعا سيل ديبارتمنت بيقولوا عليه قسم المبيعات. جمله رقم 10 if I can't get لو لم استطع ابا جعفر in the office soon في المكتب بسرعه I look for another job هبحث عن وظيفه اخرى. يا ترى can't get mention motion promotion ولا promotion؟ طبعا promotion بمعنى ترقيه او مكافاه ماشي. if I can't get promotion لو ما قدرش يحصل على ترقيه او مكافاه ودي هي الاجابه بتاعتنا. نروح للجمله رقم 11 the relationship between workers and العلاقه ما بين العاملين وايه in the factory has to be partnership يجب عليها يجب ان تكون علاقه شراكه. كلمه partnership معناها شراكه. ترى customers ولا buyers ولا employers ولا clients. customers زبائن, buyers مشترين, employers بمعنى اصحاب العمل, وclients زبائن. عندي ثلاث كلمات متشابهين اللي هم الاختيار A و B و D كلهم بيشيروا لفكرة الزبون او المشتري او العميل. الوحيد اللي مختلف عنهم هي كلمة employers ودي اصحاب العمل وهي اجابتنا. نروح للجملة رقم 12 the closure of the factory. كلمة closure معناها غلق جاي من close. the closure of the factory left hundreds of men ترك المئات من الاشخاص ايه بقى unemployed homeless uneducated ولا unconscious. طبعا unemployed unemployed معناها بلا وظائف يعني ما عندكش شغل, و homeless بمعنى بلا مأوى, uneducated غير متعلم, unconscious غير اللي هي بيقول عليها فاقد للوعي, unconscious بمعنى فاقد للوعي. نقول من رقم 13 من على صفحة 352 من كتاب جيم عام 2021 بيقول فيها we had to تحتم علينا ده في الماضي كذا a lawyer to review محامي علشان ايه بقى ريفيو هنا بمعنى يراجع the contracts العقود of the new projects المشروعات الجديده يا ترى employ ولا swallow ولا allow ولا inhibit. طبعا employ حتى منهم يوظفوا محامي علشان يراجع لهم العقود بتاعت الشركات بتاعتهم. swallow يبتلع, allow يسمح, inhibit بمعنى يسكن. ونروح لجمله نروح للصفحه رقم 353 على كتاب جيم العام 2021 احنا قلت مع يونت 11 اللي هي اسمها lifelong skills ودي موجود قدامك هنشوفها دلوقتي العنوان هيبقى ظاهر قدامنا هنا اهو. ونروح للجمله اللي عليها الدور من على كتاب جيم العام 2021 العنوان الوحده قدامك اهو باين lifelong skills ودي يونت 11 اهي عام 2021 بيقول لك ايه في 14 the hard working clerk الموظف المجتهد في عمله كذا from head director من المدير to manager in a few years ماشي head director اللي هو المدير العام to manager الى مدير في خلال سنوات بسيطة جدا. يعني ترى developed ولا offered ولا rising ولا promoted. طبعا promoted promoted بمعنى تم ترقيته خلاص تم ترقيته من مدير عام الى من مدير الى مدير عام في الشركة. طيب نروح لجمله رقم 15 the trip to Paris الرحله الى باريس will be هتكون ايه a or an chance فرصه to practice my French علشان امارس اللغه الفرنسيه بتاعتي. ترى odd ولا symbolic ولا sensitive ولا ideal. طبعا ideal chance بمعنى فرصه نموذجيه. كلمه odd odd لما يقول لك هات لي ايه مثلا في عندي حاجه اسمها odd one out odd one out معناها الكلمه المختلفه او شيء مختلف. كلمه symbolic معناها رمزي رمزي معناها يرمز لشيء يعني تمام. وعندي سنسيتيف بمعنى حساس ودي بتكلم عن الشخص لما يكون عنده احساس معين تجاه الاخرين او اللي هي سو سنسيتيف سنسيتيف يعني انسان حساس يعني تمام. ايديال قلنا نموذج ودي كانت الاجابه بتاعتنا. نروح رقم 16 ماي بيست فريند اند اي هاف انا وصديقي المفضل بالنسبه لي ايه ماشي عندنا ايه بقى هوبز اند اندرست هوبز هوايات واهتمامات وي شير ا لوت اوف ذيم واحنا نتشارك في الكثير منهم. يا ترى سيميلر هابز ولا كيوريوس ولا ديفيكولت ولا ديفرنت. طبعا اكيد سيميلر هابز بما انه بيقول احنا بنتشارك العديد منها يبقى سيميلر متشابه. 17 doing things for other people can be a very ان احنا حد يؤدي شيء للاخرين كان بي فيري ايه بقى اكسبيرينس خبره. يا ترى اوبريسنج ولا تيريفاينج ولا ريوردنج ولا ديبريسنج. طبعا ريوردنج ريوردنج بمعنى يعني فيها نوع من المكافاه كان الواحد لما بيعمل خدمه للناس بيحس ان زي ما يكون ايه زي ما يكون حصل على مكافاه.
نروح الجمله رقم 18. The new solar stations محطات الطاقه الشمسيه في اسوان بقى at اسوان are expected to بيتوقع انها ايه بقى to Egypt مصر to بقى فراغ Egypt with as much electricity as the Haidam كميه من الكهرباء بالنسبه لمصر قد اللي بيديها السد العالي ترى اوفر ولا بروفايد ولا انتدوس ولا جيف طبعا بروفايد ايجيبت ويز بمعنى يزود مصر بي. نروح للجمله رقم 19. A good education should enhance التعليم الجيد يعزز ايه بقى ذا تشيلدرنز ابيليتي قدره الاطفال على ايه بقى تو فيس ايه ان هم يواجهوا ايه اوف ذا مودرن ايج في العالم الحديث يا ترى تشالنجز ولا ايرن ولا earnings ولا differences ولا profits طبعا challenges اللي هي بمعنى تحديات earnings يعني كلمة earn بمعنى يربح differences بمعنى اختلافات profits بمعنى فوائد أو عوائد اللي هو العائد من الحاجة يعني فايدة منها يعني ننتقل لجملة رقم 20 من على كتاب جيم العام 2021 غلط مستر استعزة تشرح تفصيل قالوا الإنجليزية أسدين أصحاب كتاب جيم لهم الملكية الفكرية حق الملكية الفكرية لهذا الكتاب عشان بيقول لك إيه بيقول لي ذبح يا فراغ thing to do would be to rest in bed كذا هو ان الواحد انه rest معنى يستريح in bed في الفراش until you feel better حتى تتحسن او تشعر بانك انت ايه افضل انت لا sensitive ولا sensible ولا terrible ولا generous ان هو بيقول ان الشيء بيدي واحد نصيحه لحد ان هو يظل في فراشه حتى يظل حتى يتحسن sensible كلمه sensible انا معنى عقلاني ماشي سنس بمعنى عقلاني عايز اقول له ان الحاجه العقلانيه اللي انت تعملها ان انت تظل في فراشك حتى تتحسن صحتك سنسيتيف بمعنى حساس ودي قلنا ليها علاقه بالمشاعر احساس حاجات زي كده سنسبل بمعنى عقلاني تيربل بمعنى فظيع وجينرس بمعنى كريم اجابتنا كانت سنسبل الجمله رقم 21 It is hard to combine study with a من الصعب ان الواحد يجمع ما بين الدراسه وايه بقى جوب يا ترى تايم اوت تايم تايم فول تايم فول تايم معناها طوال الوقت عندي حاجه عكسها اسمها بارت تايم اللي هي جزء من الوقت اللي اقصد بيه العمل الدائم او الشغلانه اللي هي الواحد بيشتغلها طول الوقت صعب جدا واحد يجمع ما بين الدراسه وما بين فول تايم جوب بمعنى وظيفه تاخذ وقتك كله الجمله رقم 22 هي واز ان اكسبرت ان هو كان خبير في ايه بقى اند ادفايس بيبل وكان بينصح ناس وير تو انفست ذير ماني اين يستثمروا اموالهم مثلا ماني فاينانس كابيتال فورتشن طبعا ان هو فاينانس كلمه اكسبرت ان فاينانس معناها خبير مالي خبير مالي يجي راح حد يقول لي يا مستر طب ما الاربع كلمات دول لهم علاقه بالفلوس اقول له ماشي يا سيدي كلمه ماني معناها نقود بس ما هوش خبير في النقود تمام كلمه فاينانس هي اجابتنا بمعنى مالي مالي يعني ما له علاقه بالمال عموما خلاص كده تمام كلمه كابيتال راس المال نفسه كابيتال رأس المال نفسه طيب كلمة فورشن معناها ثروة خلاص يبقى الرجل ده خبير في المال ازاي يتم تدوير هذا المال او تشغيله تمام يبقى دي الاجابة بتاعتنا رقم 23 At home there should always be a في البيت لازم يكون في ايه بقى ها to turn to if you were in trouble ترجع اليه لو عندك مشكلة يا ترى مين grown up ولا toddler ولا madman ولا hero طبعا لازم يكون في حاجه اسمها جرون اب جرون اب هنا بمعنى شخص راشد والرشد هنا هو رشد عقلي طبعا اكيد لازم يكون في جرون اب لازم حد كبير ترجع له تمام انما غير كده طبعا لا بقى الاجابات كلها خطا بعيد عننا تمام نروح للجمله رقم 24 اف يو لو انت ايه بقى ات 50 50 يو وانت تو جيت يور فول بنشن مش هتاخد المعاش بتاعك كامل يا ترى ريتاير ولا ماري ولا ستادي ولا بروموت ريتاير بمعنى يتقاعد يعني يطلع على سن المعاش يعني هي دي الاجابه بتاعتنا ماري يتزوج ستادي يدرس وبروموت بمعنى يكافئ بعيد عننا الثلاثه دول تماما ريتاير اجابتنا 25 ات واز هيز كان ايه بقى امبيشن طموح تو بيكام ذا بريزنت اوف ايجيبت انه يكون رئيس مصر لونج لايف ولا لايف لونج ولا لايف ستايل ولا لايف سايز طبعا لايف لونج امبيشن بمعنى طموح حياته ماشي انما كلمه لونج لايف معناها حياه طويله لايف ستايل اسلوب حياه لايف سايز كلمه سايز بمعنى حجم او مقاس تمام طيب نروح للجمله رقم 26 بيقول لي it is the responsibility of each انها مسؤوليه كل ايه بقى to defend Egypt against enemies ان يدافع عن مصر ضد الاعداء ده each individual ولا دكتور ولا teacher ولا personality طبعا individual
انها مهمه كل فرد مننا ان احنا ندافع عن مصر. ننتقل للجمله رقم 27، واحنا كده على صفحه 353 من كتاب جامع 2021. 27 طبعا 11 بيقول ايه في 27؟ How can such a large quantity of knowledge be؟ كيف يمكن لهذا الكم من المعرفه انه ايه بقى؟ انه يعمل له ايه؟ One inquired required ولا acquired؟ طبعا acquired. كلمه acquired جاي acquired طبعا ده التصريف الثالث من الفعل acquire بمعنى يكتسب. require معناها يتطلب. inquire بمعنى يستفسر. وون جاي من وين بمعنى يكسب كذا. ماشي، يبقى اجابتنا هي acquired. في 28 بيقول لك ايه؟ don't be silly، ما تبقاش سخيف يا اخي. shouldn't ايه؟ بعد كده بقى كذا about such serious things، الحاجات الجد كده. ترى do وshouldn't، you shouldn't do ولا shouldn't joke ولا shouldn't take ولا shouldn't give. طبعا you shouldn't joke، ما تهرجش في الحاجات المهمه. وننتقل لصفحه 354 على كتاب جيم من عام 2021، الصف الثالث ثانوي، واحنا كده على يونت 11 الوحده رقم 11، وده الجزء الاولاني منها، جزء الفوكابلري من قناه مستر ويسر عزت لشرح وتبسيط قواعد اللغه الانجليزيه. الجمله اللي عليها الدور معانا الجمله رقم 29، بيقول لي ايه فيها؟ Some educational courses can combine face-to-face activities. بعض المقررات التعليمية يمكن أن تجمع ما بين face-to-face معناها وجها لوجه، الأنشطة اللي هي وجها لوجه، إيه بقى؟ And action learning. ماشي؟ يا ترى إيه بقى؟ Distance learning ولا distant learning ولا distance running ولا further learning؟ طبعًا عندي حاجة اسمها distance learning. Distance learning اللي بيقول عليها التعليم عن بعد. ماشي؟ تعال نروح للجملة رقم 30. بيقول لي my cousin ماله بقى جاب فراغ in physics from Cambridge University، في الفيزياء من جامعة كامبريدج. يا ترى برود ولا شون ولا توت ولا graduated؟ طبعا graduated in physics معناها تخرج في الفيزياء، يعني تخرج في قسم الفيزياء. جمله رقم 31 بيقول لي many jobs today require efficiency، العديد من الوظائف تتطلب الكفاءة at language في اللغة and computer والحاسب الآلي. ايه؟ screens ولا CDs ولا skills ولا programs؟ طبعا computer skills، مهارات الحاسب الآلي. في الجملة رقم 32 I have an interview for A، أنا عندي مقابلة لـ A at the university، في الجامعة. space position room desk. طبعا position كلمة position المعنى مكانة أو مكان أو موضع، عنده مقابلة علشان يشغل مكانة أو موقع أو مكان في الجامعة. في 33 بيقول لي This way جاء فراغ medicine، هذا الدواء is very dangerous as it must be poisonous، خطير جدا لانه سام. يا ترى new ولا out of date ولا recent ولا valid؟ طبعا اجابتنا هي out of date. out of date بمعنى منتهي الصلاحيه، يعني خلاص بقى غير صالح للشرب. كلمه new معناها جديد، recent معناها حالي، وvalid بمعنى صالح للاستعمال. اجابتنا كانت اوت اوف ديت. الجمله رقم 34 بيقول لي فيها ذا كوز اوف ذا اكسيدنت از ستيل انكلير، سبب الحادثه لا زال غير واضح. عندي كذا فيرذر انفستيجيشن. فيرذر انفستيجيشن معناها مزيد من التحريات. يا ترى ريكوايرز ولا انكوايرز ولا فاينز ولا اكوايرز؟ طبعا ريكوايرز بمعنى يتطلب مزيد من التحريات. والكلمات الثانيه كلها احنا سبق وترجمناها قبل كده. 35 من على الجمله رقم 35 من على كتاب جيم من عام 2021، احنا كده موجودين على صفحه 354 في يونت 11. بيقول لك سايكولوجيست هم علماء النفس مالهم always assert that، بياكدوا على ايه بقى؟ سيلف كنترول، ضبط النفس، is a sign of، علامه الايه؟ يا ترى تشايلد هود، ماتيوريتي، ماترنتي ولا بيجنس؟ طبعا ماتيوريتي بمعنى النضج، ودي اجابتنا. الجمله رقم 36 وجه فراغ that caring for children، نحن كذا، ان العناية بالاطفال is an important job، مهمة، حاجة مهمة. تمام؟ appreciate ولا measure ولا weigh ولا estimate؟ طبعا appreciate، كلمة appreciate هنا بمعنى يقدر، وده تقدير معنوي. تمام؟ حد ادى لك خدمة فانت بتقدر له هذه الخدمة. كلنا عارفين او كلنا نقدر ان تربية الاطفال حاجة صعبة. يجي حد يقول لي مثلا طب ما كلمة estimate بمعنى يقدر او يحسب، اقول له اه ماشي، بس دي مختلفه. هنا هو الحسابات بتكون لها علاقه بشيء، حسبه معينه او تقدير معين لشيء، حسابات او اشياء ممكن تكون ماديه.
تمام. لكن الابريشيشن ده بيبقى تقدير معنوي وليس مادي، مش نابع لحسابات. كلمه استيميت هنا هو في حسبه معينه انت بتقدرها او بتحسبها، ماشي. كلمه ميجر معناها يقيس، وواي معناها يزن، هما الثلاثه بعد عننا خالص. اجابتنا كانت ابريشيت. ابريشيت جمله 35. ذا بوليس اوفرد، الشرطه عرضت ايه؟ فور انفورميشن، لمعلومات. ذات وود ليد تو ذا ارست اوف ذا ثيفز، حاجه يعني طبعا ايه، البحث عن معلومات تؤدي لالقاء القبض على اللصوص. يا ترى فير ولا بريزنت ولا ريورد ولا سالري؟ طبعا الحكومه هتعرض ريورد، او البوليس هيعرض ريورد. كلمه ريورد هنا بمعنى مكافاه، تمام. ريورد بمعنى مكافاه. روحوا جمله رقم 38. ذير ار ميني، يوجد العديد من ايه بقى؟ بتوين ذا تو سيستم، بين النظامين. يا ترى ديستانسز ولا سيميلاريتيز ولا كومبليشنز ولا سبيسز؟ طبعا سيميلاريتيز بمعنى اوجه تشابه. كلمه ديستانسز ودي جمع ديستانس بمعنى مسافه. كومبليشنز جاي من كومبليت بمعنى يكمل، ماشي. كومبليشنز بمعنى اللي هي التتمات، او اللي هي جمع كلمه تكمل، تكمله، تمام. اجمعها انت بقى بالعربي براحتك. سبيسز بمعنى جاي من كلمه سبيس بمعنى فراغ، وده الجمع بتاعها، ماشي. روح الجمله رقم 39. The patient must، المريض دي يجب ايه بقى؟ In bed for 3 days after surgery، في الفراش لمده 3 ايام بعد العمليه الجراحيه. Spend ولا last ولا remain ولا continue؟ هنا هو remain in bed، المعنى بتاع remain بمعنى يظل، يظل في فراشه. كلمه spend معناها يقضي، last معناها يستمر، و continue زيها بمعنى يستمر. المهم ان اجابتنا هي remain. ف 40 بيقول لك افضل جاي الفراغ. My cousin worked as a trainee accountant at a local bank. بيقول بعد كذا ابن عمي اشتغل كمحاسب تحت التدريب في بنك محلي. بنك محلي مقصود بها بنك في المدينه اللي هو فيها يعني. graduation ولا nursery ولا infancy ولا graduation؟ طبعا graduation بمعنى تخرج، تمام. ودي الاجابه بتاعتنا، ماشي. nursery اللي هي مرحله الحضانه، infancy مرحله الطفوله، الطفوله طبعا اطفال صغيرين. وgradation جاي من كلمه جريد، كلمه جريد بمعنى يصنف او يضع في تصنيفات معينه. في 41 بيقول لك ايه؟ طبعا لكن اجابتنا كانت graduation في جمله 40. 41. A committee will meet، كوميتي بمعنى لجنه. اللجنه هتقابل مين بقى؟ جاي فراغ to discuss the company's progress، عشان تناقش التقدم بتاع الشركه. يا ترى will meet regularly ولا gradually ولا usually ولا finally؟ طبعا regularly. regularly بمعنى بطريقه منتظمه. كلمه دي الاجابه بتاعتنا. gradually معناها تدريجيا، usually معناها معتاد، وفاينالي بمعنى اخيرا. ونروح للجمله رقم 42. بيقول لك ان order not to be sent off، علشان ما تطردش يعني، ماشي، او عشان ما يطردش. the player avoided not being given، اللاعب كان بيتجنب انه ما ياخدش ايه؟ a red card، كارت احمر. by the، مين اللي هيدي له كارت احمر في الملعب؟ coach ولا ريفري ولا جاج ولا لوير؟ طبعا الريفري بمعنى حكم، كوتش ده اللي هو المدرب، جاج اللي هو القاضي، لوير بمعنى محامي. ونروح للجمله رقم 43 من على كتاب جيم من عام 2021 الصف الثالث ثانوي. احنا مع يونت 11، وده جزء الفوكابلري منها. احنا كده في صفحه 354 مع مستر يوسف عزت، بنتابع حل هذه التدريبات. في الجمله رقم 43 بيقول لك ايه؟ وي هاد تو ويت اوتسايد ان ذا، احنا تحتمنا ننتظر في الخارج في ايه بقى؟ جاء فراغ. until our names، حتى اسامينا. were called for the chemistry lab test، اتندى عليهم يعني لامتحان الكيمياء في معمل، الامتحان في معمل الكيمياء. يا ترى جيت ولا روت ولا كوريدور ولا هوستل؟ طبعا كوريدور اللي هو الممر، ماشي. ودي الاجابه بتاعتنا. جيت معناها بوابه، وروت معناها طريق، وكلمه هوستل اللي هو النزل، زي حته ده ما بنقول ايه؟ يوث هوستل، اللي هو نزل الشباب او بيوت الشباب. في جمله رقم 44. وي نيد ذا، احنا محتاجين ايه بقى؟ اوف اول ذا بيبل، كل الناس، تو اوفركم، علشان نتخطى اول ديفيكالت بروبلمز، كل المشكلات الصعبه. يا ترى افورتس ولا اكزوستس ولا امبورتس ولا اكسبورتس؟ طبعا محتاجين كل الافورتس، محتاجين جهود كل الناس علشان نعدي المشكلات الصعبه بتاعتنا. وننتقل لصفحه 355 من كتاب جيم من عام 2021 من عقلان مصر الاستعزت، لشرح وتوضيح قواعد اللغه شرح تبسيط قواعد اللغه الانجليزيه. ودلوقتي احنا بنحل الاكسرسايز ده على الفوكابلري اللي جايبها كتاب جيم. اساتذتنا اصحاب الكتاب لهم كل التقدير والاحترام لملكيتهم الفكريه لهذا الكتاب. وصلنا
وصلنا للجزء اللي بيسميه جيم اكسبريشنز ايديومز بريبوزيشنز ديريفاتيفز سينونيمز اند انتونيمز والجمله رقم 45 اول سكيورتي كل الامن كذا مثلا ريسيف بيزك سيفتي تريننج بيتلقى تدريبات على الامن يعني بتكون اساسيه بيفور اني يو بولدنج بروجكت قبل ما يتبني قبل بناء اي مشروع ترى all security employers ولا employments ولا employees ولا shifts ولا chefs طبعا employees employees انا مقصود بها العمال يعني الموظفين كل الناس الموظفين اللي هيشتغلوا في مجال الامن بيحصلوا على تدريبات employers اصحاب الاعمال employments اللي هو التوظيف نفسه جاي من employment ماشي و chefs اللي هم رؤساء العمل اجابتنا كانت employees اللي فيها دبل اي اللي موجوده سي 46 many people can take العديد من الناس يمكنهم ناخذوا ايه بقى opportunities فرص while others make good use of them بينما الاخرين يستفيدوا منها يا ترى take out opportunities ولا take in opportunities ولا take up opportunities ولا take up opportunities هي الاجابه بتاعتنا ضمن رقم 47 بيقول لك the adjective perfect كلمه perfect معناها تام الصفه تام similar in meaning تشابه في المعنى ايه بقى ترى efficient كف ideal نموذجي accepted مقبول ولا common شائع طبعا ideal لان الحاجه التامه هي الحاجه النموذجيه الجمله رقم 48 بيقول لي Samia's brother never اخو سامية ابدا ابدا ايه بقى an opportunity فرصة to criticize انه ينتقد his sister اخته when they were young عندما كانوا صغار في السن يعني won ولا missed ولا gained ولا lost هي انه ليه never missed an opportunity معنى لم يفوت فرصة ودي الاجابة بتاعتنا نقول رقم 49 the word inefficient كلمة غير كفر can be the opposite to the word عكس ايه غير كفء عكس ايه different مختلف ولا similar متشابه ولا patient support ولا qualified مؤهل طبعا qualified مؤهل هي العكس ل inefficient في الجمله رقم 50 if you are not complete لو انت مش كذا تماما جفره with our camera مع الكاميرا بتاعتنا you can get your money back ممكن تسترد فلوسك يا ترى satisfaction satisfied dissatisfied طبعا if you are not completely satisfied معنى راض يعني راضي يعني satisfy الفعل بتاعها satisfaction الاسم منها ارضاء و dissatisfied غير راضي ده العكس بتاعها تماما اجابتنا كانت satisfied ونروح لجمله رقم 51 she works هي تعمل كذا a big law firm in the city كلمه firm بمعنى شركه لشركه كبيره في المدينه ترى works with ولا works from ولا works to ولا works for طبعا works for بمعنى تعمل لدى او تعمل لحزب وننتقل لجملة رقم 52 من على الترجمة للعام 2021 الصف الثالث ثانوي دي يونت 11 lifelong skills ده عنوان الوحدة the word seizing معناها متوقف ماشي is an antonym عكس ايه في اللي جايين constant مستمر او دائم stopping متوقف ولا organized منظم ولا damaged بمعنى تالف يعني حصل له تلف طبعا constant بمعنى مستمر او دائم هي اللي عكس التوقف اللي هي كلمة seizing 53 one of the aims of the educational reform واحد من اهداف الاصلاح التعليمي is to give more care انها تدي مزيد من العناية to students للطلبة with technical بالtechnical ايه qualifications طبعا qualifications اللي هي المؤهلات التقنيه نروح لجمله رقم 54 I made up my عايز حاجه هنا هو ماشي هقول لك انا معناها بالعربي بس لما اجيب لك الكلمه اللي ناقصه nothing will make me change it محدش هيخليني اغير ده عندي تعبير اسمه make up skull خطا brain خطا mind هي الاجابه اللي هي على بعضها make up my mind بمعنى اخذت قراري يعني I decided يعني قرر كذا بون طبعا خطأ معاني الكلمات سكال جمجمة برين المخ ومايند اللي هو العقل او الذهن ماشي بون بمعنى عظمة اجابتنا هي مايند واحنا قلنا معناها على بعضها بالعربي جملة 55 small trees can be planted اشجار صغيرة يمكن زرعها ايه بقى regular intervals كلمة intervals بمعنى فواصل
ماشي. وكلمة ريجولار معناها قياس، يعني عايز اقول لك الفواصل بينهم هتكون منتظمة، يعني يخلي ما بين كل شجرة والتانية مسافة معينة مثلا. along a path، على طول ممر، to make an avenue، علشان تعمل منظر جمالي كده اللي هو بيقولوا عليه طريق اشجار، بيسموه طريق افينيو بمعنى طريق مليء بالاشجار. يا ترى ايه بقى؟ can be planted ايه؟ at regular ولا on regular ولا by regular ولا with regular؟ طبعا at regular intervals هي الاجابه بتاعتنا. 56 after graduation، بعد التخرج، my brother found، اخويا لقى ايه بقى؟ with a local company، في شركه محليه، واحنا اتكلمنا عن كلمه local المقصود بيها في المدينه اللي هو فيها. found ايه بقى؟ employ ولا employee ولا employed ولا employment؟ found employment، كانه بيقول لك found job، يعني found a job ماشي. يبقى employment هنا كانه بيقول لك ايه؟ found a job. في 57 بيقول لك تامر enrolled، تامر ادرج ايه؟ an MSc course ماشي، في في مقرر ماشي in the faculty of arts، في طبعا master science اللي مقصود بيها درجه الماجستير يعني ماشي. المهم يعني الفاكولتي اوف ارتس في كليه الاداب، يا ترى ايه بقى؟ انرولد ايه هنا؟ حرف الجر الناقص، انرولد ويز ولا اباوت ولا باي ولا اون؟ طبعا انرولد اون بمعنى ادرج اسمه فيه. رقم 58 بيقول لك ايه فيها؟ ذا ادجكتيف ايماجينيتيف، الصفه ايماجينيتيف، كلمه ايماجينيتيف معناها واسع الافق. يعني ايه واسع الافق؟ يعني انسان خياله واسع جدا ماشي. is a synonym to the word، مرادفة في المعنى الايه؟ imaginary، خيالي، خيالي بمعنى لا يصدق العقل او خيالي جدا بعيد عن الواقع، ولا ordinary عادي، ولا creative خلاق او مبدع، ولا applied بمعنى مطبق. طبعا creative هي الاجابة بتاعتنا، لان creative خلاق، والانسان الخلاق بيبقى انسان imaginative بمعنى واسع الافق او مبدع. نروح الجملة رقم 59، we decided to go، احنا قررنا نروح ايه بقى؟ to my sister's house، لبيت اختي، after the squash training، بعد ما بعد التدريب بتاع السكواش. to go into ولا to go around ولا to go off ولا to go out؟ طبعا to go around بمعنى visit، يزور يعني ماشي. نروح لجمله رقم 60، ودي اخر جمله موجوده على 355، لكن لسه في صفحه كمان في الفوكابلري اللي هي صفحه 366، لسه اروح لها بعد شويه. 356 لسه اروح لها بعد شويه. وجمله رقم 60 بيقول لك ايه؟ I hope the new skills، اتمنى ان المهارات الجديده I am learning، اللي انا بتعلمها at college، في الكليه، will make me more، سوف تجعل مني ايه؟ مزيد ايه بقى؟ employ، employee، employment، employable. كلمه employable معناها قابل للتوظيف، يعني تجعلني مرغوبا في توظيفي لدى الاخرين. ونروح لصفحه 356 من على كتاب جيم من عام 2021، وده الجزء بتاع الفوكابلري من الوحده 11 اللي عنوانها عندك لايف لونج سكيلز. وصلنا للجزء اللي بيسميه جيم previous exams، امتحانات سابقه، وجمله رقم 61، A good director is the one، هو المدير الجيد هو الشخص اللي ايه بقى؟ his employees efforts، مجهودات الموظفين اللي عنده، neglects يتجاهل، degrades، كلمه degrade بمعنى يحط من شأن، يحط من شأن كذا، ينزل تصنيف كذا يعني، ولا communicates بمعنى يتواصل او يتفاهم، ولا appreciates بمعنى يقدر، طبعا يقدر مجهودات عماله. جمله رقم 62، I think that the new skills in this course، اعتقد ان المهارات الجديده في هذا المقرر، will make you more، سوف تجعل منك more ايه بقى؟ employment، توظيف، employer، صاحب عمل، unemployed، بلا عمل، ولا employable، قابل للتوظيف. طبعا هي دي الاجابه بتاعتنا employable. في جمله رقم 63، many teenagers، العديد من المراهقين، think that they have، بيعتقد ان هم عندهم ايه بقى؟ to understand life properly، ان هم يفهموا الحياه بطريقه ملائمه، maturity notch ولا mortality ولا majority ولا morality. طبعا عنديهم maturity notch، عنديهم maturity notch، بعتقد ان هم عندهم النضج الكافي لان هم يفهموا الدنيا بطريقه ملائمه. جمله 64، تو جيت، عشان تحصل على كذا، يو هاف تو ميك اوتستاندينج اتشيفمنتس، علشان تحصل على كذا لازم يكون عندك انجازات يعني واضحه او باينه للناس. يا ترى موشن، ميشن، بيرميشن، بروموشن؟ طبعا بروموشن بمعنى ترقيه، عشان واحد ياخد ترقيه لازم يكون عنده انجازات ملفته او واضحه. في 65، ماي فريند از ثينكينج اوف، صديقي بيفكر في ايه؟ اون فاينانس كورس، في مقرر للماليات او مالي، at the business college، في
كليه الاعمال. يا ترى ابلاينج بمعنى يتقدم بطلب في لي، ولا جويننج يلتحق بي، ولا انرولينج ولا اللي هي يدرج، ولا انترينج بمعنى دخول. طبعا انرولينج اون فاينانس بمعنى يدرج اسمه في الجمله رقم 66. هي ازنت، هو ايه بقى؟ هو ليس كذا فور ذيس سبيشال تاسك، لهذا العمل الخاص. يا ترى ماجنيفايد ولا كوانتيفايد ولا ليكويفايد ولا كواليفايد؟ طبعا كواليفايد بمعنى مؤهل. ونروح للجمله رقم 67 من على كتاب جيم العام 2021، ودي جمله من الامتحانات السابقه. في 67 بيقول لك ايه؟ companies need highly qualified staff، الشركات بتحتاج هيئه عمل مؤهله تاهيل عالي. So they علشان هم، ولذلك هم ايه بقى؟ them with many training courses، ولذلك هم بيعملوا كذا. هم هنا ان هم اصحاب الشركه، وهم التانيين they دي عايده على اصحاب الشركه، them عايده على الستاف ده، ماشي؟ بالعديد من التدريبات الكورس. ايه بقى؟ يا ترى pay ولا provide ولا afford ولا offer؟ طبعا provide them بمعنى بيزودوهم ب العديد من مؤهلات من مقررات التدريب علشان يأهلوهم بطريقة أفضل. 68 for me بالنسبة لي a park with trees، بالنسبة لي المنتزه اللي فيه أشجار. إذا كذا ماشي place for a picnic، هو المكان كذا لنزهة. يا ترى ideal ولا idealist ولا idealistic ولا idealism؟ طبعا ideal، تمام؟ ideal بمعنى نموذجي. روح جمله رقم 69. he has had two، هو عنده اثنين. ايه بقى؟ since he joined this company، منذ ان التحق بهذه الشركه. promotions applications professions ولا qualifications؟ طبعا promotions، حصل على ترقيتين منذ ان التحق بهذه الشركه. في 70 بيقول لك ايه؟ my brother works in the finance، اخي يعمل في الفاينانس معنى مالي. كذا of a large company، في شركه كبيره. site department area park، طبعا ديبارتمنت فاينانس ديبارتمنت بمعنى القسم المالي. وكده يكون انتهى الجزء الاولاني من الوحده 11 اللي هو جزء الفوكابري من على كتاب جيم العام 2021. كان معكم معلم خبير الانجليزيه مستر عزت من مدرسه شمال الثانويه البنا نهر السواج. انتظرونا ان شاء الله في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.